شخصية جديرة بالحب والاحترام، غير انه يعمل في مصر من سنوات طويلة جدا. هو حاليا قائم باعمال سفير اوزبكستان في انقرة، السيد بختيار يوسف. والسيد بختيار صديق لمصر والمصريين من سنوات طويلة. وعموما اوزبكستان لها خصوصية شديدة في علاقتها بمصر والوطن العربي. اوزبكستان يعني بلد البخاري، طشقند وسمرقند وبخارى المدن التاريخية التي لها مكانة خاصة في قلوب كل العرب الحقيقة. فيعني يسعدنا تماما وجود معالي المستشار القائم بأعمال السفير أوزبكستان في القاهرة السيد بختيار يوسف، له وذكرياته مع صديق عمره الشاعر الكبير الأستاذ عبد الرحمن الخميس. فليتفضل. صورة الأستاذ عبد الرحمن الخميس مع رائد الفضاء يوري جاجارين. السلام عليكم جميعا. في البداية أود أن أشكر المتعينين على التنظيم هذا الحفل. والشاعر والمخرج السينمائي والممثل والصحفي، أول من قام بتعريف الأوبرا الإيطالية الأوروبية والمراحل بكلمة واحدة، الشخصية البارزة متعددة المواهب التي نالت شهرة واسعة جدا في البلدان العربية وغيرها من البلدان وخاصة في أوزبكستان، وهو الأستاذ عبد الرحمن الخميسي صاحب السيرة العابرة. بفضل إبداعاته في مختلف المجالات المذكورة كان يتمتع بالصيت الواسع والاحترام الكبير في العالم العربي. ناحيك عام البلدان السوفيتية السابقة، وقد شهد بنفسه كيف كانوا يستقبلونه ويعاملونه ويذكرونه في هذه البلدان إن ربطوا ما يزيد عن 10 من البلدان من البلاد العربية. كان عبد الرحمن الخميسي رحمه الله يتميز بأعلى درجات التواضع والرقي والبساطة والكرم، واسمحوا لي أن أضرب مثالا على ذلك. ذات يوم عندما كنت أعمل في طرابلس الغربي، اتصل بي الأستاذ عبد الرحمن الخميسي وقال أنه سوف يصل إلى ليبيا للمشاركة في المؤتمر الدولي، وقلت له أنني سأكون في استقباله في مطار واتفقنا على أن نلتقي في مطار طرابلس الدولي. وبما انني كنت انا ذلك اعمل ممثلا للشركه السوفيتيه الكبيره، منحت بطاقه تصريح دخول المحطه. وبعد ما وصلت الى المحطه رايت رجال المراسم بمغوصين وعمر الغضابي قد وصلوا سيارتين فقيرتين. فقمت بتحيه إذ كنا نعرف بعضنا البعض ونلتقي كثيرا أثناء استقبال الوفود، وسألني أحدهم من الذي تقبله اليوم؟ فأجبته أنني جئت لاستقبال الأستاذ عبد الرحمن الخميسي. فاستغرب جميعا وأكدوا على أنهم أتوا لاستقباله أيضا. ولما حدثت الطائرة كان الأستاذ عبد الرحمن أول من نزل من الطائرة وتوجه رجال المراسم لاستقباله وقاموا بمصافحته.
وبعد قليل قال بعد قليل قال الاستاذ عبد الرحمن الخليجي له مشيرا نحوي هذا ابني هناك وقد اتى هنا كي يستقبلني ولذا اسمحوا لي ان اركب السياره وشكره ورجا ان تبرروا تحياته وشكره لقائد الثوره ثم اقترب مني تعال حسن وركبت السياره وقامت سياره الغراج بمرافقتنا حتى اخرجهم ويدل حسن على شيء بينما يدل على التواضع الشديد الذي يميز الاستاذ عبد الرحمن الخميسي وفي اليوم الثالث اتيت الى الفندق كي اصطحبه الى بيتي ومعه ابنته الاستاذه منى التي اتت لزيارتي في المانيا لقد التقيت بالاستاذ عبد الرحمن الخميسي لاول مره في المهرجان السينمائي الدولي لبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية الذي كان يقام في مدينة طشقند في أوزبكستان مرة كل سنتين. كنت آنذاك أدرس في الصف الأول في كلية اللغات الشرقية من جامعة طشقند وكان والدي يرافقه دائما أثناء مشاركته في فعاليات المهرجانات السينمائية الدولية قبل سنوات من 1970 إلى 1986 ومؤتمرات الأدباء التي أقيمت في مختلف مدن الاتحاد السوفيتي وأثناء زيارتي لطشقند كنا نلتقي مساء في بيتنا ليتلو علينا أشعاره الجديدة التي وضعها وكنا نحكي مع الأمسيات البديعة ونستمع إلى ما إلى آخر إبداعات. كان الأستاذ عبد الرحمن الخميسي صديقا عزيزا لوالدي الذي أبدع في الدراسات الشرقية والأدب وتلاحظ لعدة سنوات مركز الثقافة السوفيتي في دمشق. وتلبيه للطلب زميلتي رانو خوتشيليفا التي كانت تعمل على اختيار موضوع لرساله لنيل درجه الدكتوراه حول الفلسفه في الادب اقترح والدي عليها موضوع سيره عبد الرحمن الخميسي وابداعه واخبرها بان موضوع الرساله جاهز واكد لها انه سوف يوفر جميع المواد الضرورية حول حسب الموضوع وهكذا بفضل التعاون الثلاثي وتم إرسال الرسالة خلال مدة قصيرة للغاية والدفاع عنها بنجاح وفيما بعد نشرت الأستاذة الدكتورة رامو خوتشيليفا كتابا بعنوان عبد الرحمن الخميسي حياته وإبداعه ومن ثم قامت بترجمة أشعاره الكثيرة إلى اللغة الأوزبكية ومنها في حب طشقند والرباعيات والإنسان وغيره. وفيما بعد زارته في موسكو كي تستشيره في اختيار موضوع أطروحة للنيل درجة الدكتورة الدولة في الأدب وتلقت توجيهاته بإعداد أطروحة حول الأدباء والكتاب المصريين وقد نال هذا الموضوع استحسانا لدي اللجنة المتخصصة في معهد أبو ريحان البيروني للدراسات الشرقية التابعة لأكاديمية العلوم بجمهورية أوزبكستان كانت دفاع أطروحة الدكتورة دولة ناجحا جدا وفيما بعد أعادت العالمة للنشر عدداً من الكتب ومنها كتاب مقالات عن تطور الشعر المصري ودواوين الشعر للأستاذ عبد الرحمن الخميسي
ومؤلفاته الأثرية. كما قامت الدكتور رانو خجايبة بنشر مؤلفاته في تدريس الأدب العربي والأدباء العرب لتعليم طلاب جامعة طشقند للغات الشرقية. وتحت من الكتب على معلومات كثيرة حول الأستاذ عبد الرحمن الخميسي وكذلك الأدباء والكتاب المصريين أمثال نجيب محفوظ ويوسف السباعي وأحمد شوقي وغيره. وقد اتصلت بها أول أمس وعلمت أن تلك الدروس تقام بالوقت الحاضر في جامعة طشقند باللغات الشرقية عبر تقنية الاتصال المالي، وأن الطلاب يترجمون الآن أشعار الأستاذ عبد الرحمن الخميسي ويقرونها عليها. وقد سجلت لي إحدى تلك الدروس وأرسلتها إلي في تليفون. وسمعت الأشعار كلها باللغة الأسبانية، وهذه هي لدي صور بعض الكتب أو هذه الرياضات اللي كان في أثناء يعرض أولئك أثناء المهرجان السينمائي اللي يقيم في طشقند. وهذه الكتب هنا يعني صور من الكتب التي قامت الأستاذ دكتورة رانو خجايبة بنشرها. هذه هنا مكتوبة باللغة الروسية حضور سنة الروضة في جراماتوركية عبد الرحمن الخميسي. وهنا ممتاز طلاب أدبيات، يعني وهذا كان الأدب العربي الكلاسيكي. وهنا يعني في هذه بس طلاب الأدب العربي كمان، هذه صور من الكتب اللي قامت بنشرها وإصدارها. أصبح الأستاذ عبد الرحمن الخميس شخصية معروفة في بلادنا، كما نال شهرة من خلال أفلامه الروائية التي عرضت على شاشات المهرجانات السينمائية وعبر التلفزيون الأوزبكي، لدرجة أن سكان أوزبكستان كانوا يسلمون عليه في الشوارع ويصافحونه. في كل مرة أسافر فيها إلى الخارج عبر بوسطن أزوره لأطمئن عليه. وفي شهر أبريل عام 1987 عدت إلى موسكو من تونس، وحبطت الطائرة في مطار شيرجيت، وانتقلت من هذا المطار إلى مطار دمديدرة لأركب الطائرة المتجهة إلى طشقند بعد 4 ساعات. وكانت لدي فرصة للاتصال بالأستاذ عبد الرحمن الخميسي لأطمئن عليه. كان الحديث بيننا يخرج من القرن الحديث بين الوالد والابن، وطلب مني أن أبلغه عن سلامة وصوله إلى طشقند. وحاولت أن أتصل بالأستاذ عبد الرحمن الخميسي بعد الهبوط في مطار طشقند، إلا أن أحدا لم يرد. حاولت أن أتصل به في اليوم التالي وردت إلي وقلت لها أنني من طشقند وأريد أن أتكلم مع الأستاذ عبد الرحمن الخميسي. وقالت إن عبد الرحمن الخميسي قد وفاته في المنيا. وعلى سؤالي متى سيكون تشييع جسمي، قالت غدا في المستشفى، وأخبرتني باسم المستشفى الذي كان يرقد به. وفي اليوم التالي ركبت الطائرة ووصلت إلى مطار دمديدرة في موسكو، ومن ثم إلى الأستاذ
المستشفى الجمهوري الذي وضعناه فيه ببالغ الأسى والحزن والدموع أن أمر من عينينا. وحضر مراسم التشييع عدد كبير من الشخصيات المصرية والسوفيتية البارزة، وحتى هذا اليوم أتذكر كلمة السفير مصر لدي موسكو التي قال أثناء التوطين: كم كنا نتمنى أن تعود إلى الوطن على الأفضل وليس على الأشتر. وهكذا انتقل الأستاذ عبد الرحمن الخليجي إلى جوار ربيع لتفقد مصر واحدة من رموزها الفضل في مجالات التي ذكرتها آنفا، وقد وهب حياته لخدمة وطنه وشعبه. إذا أن جميع مؤلفاته ودواوينه وكتبه ومقالاته تتغنى بالوطن والحب للشعب المصري. رحمه الله تعالى وخلد سفراه الطيب.